من الميادين السلام عليكم وإلى العناوين. مليونية القدس في غزة اليوم على وقع إجراءات إسرائيلية مشددة في الضفة والقطاع ومسيرات مرتقبة في عدة دول عربية وإسلامية. تحالف نيابي في العراق بين الصدر والحكيم علاوي يضم نحو 100 مقعد في البرلمان. التحقيق الدولي ودم الرئيس الحريري سيستخدم ضد من كل من يواجه إسرائيل في هذه المنطقة. المدير العام السابق للأمن الداخلي في لبنان يكشف للميادين أن محققا دوليا في اغتيال الحريري أبلغه بأن مدة اعتقاله ستوازي سنين سجن جعجع. مسؤولون سعوديون يؤكدون أن الرياض أدى دورا في انسحاب ترامب من الاتفاق النووي مع إيران. أهلا بكم. تحت عنوان مليونية القدس دعت الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار الشعب الفلسطيني إلى أكبر مشاركة جماهيرية اليوم للانتفاض في وجه الاحتلال الإسرائيلي. ونشدت الهيئة الفلسطينيين في قطاع غزة بالتوجه إلى مخيمات العودة شرق القطاع بعد صلاة الجمعة، حيث ستقل لهم الحافلات من أمام المساجد إلى نقاط الاحتشاد. من جهته أعلن الجيش الاحتلال نشر قوات كبيرة على الحدود الشرقية لقطاع غزة. ومعنا من غزة مراسل الميادين أحمد غانم. أحمد، بداية صباح الخير. غزة إذن اليوم على موعد مع تظاهرة مليونية، لو تضعنا في التحضيرات الفلسطينية وأيضا في الإجراءات الإسرائيلية المشددة في المقابل. نعم رانا، حتى هذه اللحظة ما تزال الفصائل الفلسطينية تحشد طاقاتها من أجل دعوة المواطنين في قطاع غزة من أجل المشاركة في مليونية القدس والتي تتزامن مع الجمعة الأخيرة من شهر رمضان، وتحديدا أيضا تزامنا مع يوم القدس العالمي. هذا اليوم له خصوصية كبيرة، خاصة أنه يتزامن مع يوم القدس العالمي، وهي مناسبة ترى الفصائل الفلسطينية أنه من الواجب على العالم أن يتذكر مجددا قضية القدس وأن يعيد توجيه هذه البوصلة التي أعادت الثورة الإسلامية في إيران تذكير العالم بها عبر تخصيص هذا اليوم من أجل طبعا تذكير العالم بمعاناة مدينة القدس المحتلة واحتلالها من قبل الاحتلال الإسرائيلي عام 67. على كل حال، الدعوات للمواطنين هذه طبعا على الأرض سيقابلها محاولة لقل أو لإقلال هؤلاء الناس عبر حافلات من المساجد بعد طبعا ظهر هذا اليوم إلى مناطق التماس الخمسة. أيضا الجيش الإسرائيلي أمس أطلق منشورات في مختلف مناطق القطاع حذر فيها المواطنين الفلسطينيين من المشاركة في هذه المسيرات التي حسب زعمه قال أنها مسيرات عنيفة، وقال بأن حركة حماس طبعا حسب زعم البيان قال لا تدعوا حركة حماس تستغل طبعا هذا الحراك. بطبيعة الحال البيان حذر المتظاهرين من اقتحام الحدود. يبدو أن إسرائيل تريد أن تستبق أي حراك فلسطيني طبعا اليوم، وذلك من أجل إخافة الشباب الفلسطيني الذي سيشارك اليوم في هذه التظاهرات. اليوم هو يوم مهم وحاسم. الفصائل الفلسطينية تتوقع أن يكون هنالك حشد كبير جدا، وتتوقع أيضا أن يكون هنالك ردا إسرائيليا، يعني بسبب ما تقول الفصائل أنه يمكن أن يكون أكبر حشد خلال مسيرات العودة، يضاهي الحشد الذي خرج في مليونية العودة في 14 من الشهر الماضي. شكرا جزيلا لك أحمد غني مراسل الميادين، كنت معنا من قطاع غزة على كل هذه المعلومات حتى الساعة. يأتي ذلك بتزامن مع إجراءات أمنية في القدس المحتلة ورفع حالة التأهب في الضفة الغربية. قوات الاحتلال حولت القدس إلى ما يشبه الثكنة العسكرية وعززت انتشارها قرب المسجد الأقصى، في حين يساعد عشرات الآلاف من الفلسطينيين لأداء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى. وتنضم إلينا من القدس المحتلة مراسلة الميادين هناء محميد. هناء صباح الخير. إذن ربع مليون قصدوا مسجد الأقصى الأسبوع الفائت، ما هو المتوقع اليوم؟ صباح الخير رانا. يعني رغم كل إجراءات الاحتلال الإسرائيلي من تضييقات في محيط المسجد الأقصى وفي البلدة القديمة ونشر مئات
الحواجز والسواتر العسكرية الحديدية الإسرائيلية في شوارع مدينة القدس في محيط البلدة القديمة، إلا أنه يعني يتوقع أن يفوق عدد المصلين هذا اليوم في هذه الجمعة، الجمعة الأخيرة من شهر رمضان الفضيل، أكثر من ربع مليون حتى كما كان في الجمعة الأخيرة. الليلة الماضية يعني صلى في المسجد الأقصى أكثر من 100,000 فلسطيني ومقدسي، وبالتالي هناك توقع بأن تكون هناك يعني يكون هناك عدد كبير من المصلين في المسجد الأقصى. الفلسطينيون لا سيما من الضفة الغربية يعني ينتهزون شهر رمضان، يستغلون فرصة شهر رمضان وبعض يعني التسهيلات بين قوسين التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي على دخول الفلسطينيين لا سيما كبار العمر من النساء ومن الرجال ومن الأطفال أيضا إلى مدينة القدس، ليصلوا إلى مدينة القدس رغم يعني كل التضييقات ورغم الاعتقالات التي تقوم بها قوات الاحتلال أيضا يعني في تقريبا في كل يوم للشبان المقدس الفلسطينيين الذين يصلون القدس بادعاء أنهم لا يحملون تصاريح، ولكن يعني الفلسطيني يهتم بالوصول إلى المسجد الأقصى لا سيما في هذا الشهر. كانت هناك دعوات يعني في سياق يوم القدس العالمي، كانت هناك دعوات أيضا لشد الرحيل تحديدا في هذا اليوم إلى مدينة القدس، دعوات أيضا من حركة حماس لشد الرحيل ويعني التواجد في المسجد الأقصى على مستوى الأراضي المحتلة عام 48. هناك عدة نشاطات ستكون مساء للتضامن مع قطاع غزة في حيفا وفي الناصرة، وكذلك ستكون هناك تظاهرة في الساعة 9:30 مساء هذا اليوم في مدينة أم الفحم، دعت إليها القوى الإسلامية والوطنية السياسية المختلفة في المدينة وفي المنطقة. شكرا جزيلا لك يا هناء محمد مراسلة الميادين في القدس المحتلة. رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية أكد عشية يوم القدس العالمي أن صفقة القرن تريد جعل إيران وفصائل المقاومة الفلسطينية العدو الجديد في المنطقة بدل إسرائيل. هناك مشروع أمريكي صهيوني قائم على الآتي: أولاً طرح رؤية لتصفية القضية الفلسطينية يسموها صفقة ترامب. اثنين، تجريم خيار المقاومة في فلسطين والأمة ووصفه بأن المقاومة إرهاب. ثلاثة، إسرائيل ليست عدو، إيران هي العدو، فصائل المقاومة هي العدو للأمة. حماس، الجهاد، شعبية، ديمقراطية، الفصائل، حزب الله، الفصائل هنا في الخارج، هذا كله إيه؟ إرهاب. موقف هنية جاء خلال المؤتمر الدولي لدعم الانتفاضة الذي عقد في غزة، حيث اعتبرت الفصائل الفلسطينية أن يوم القدس العالمي شكل مرحلة مهمة لإعادة تسليط الضوء على القضية الفلسطينية، حيث يرتقب اليوم تنظيم مسيرات في دول عربية وإسلامية عدة. أحمد شلدان. بسم الله الرحمن الرحيم. بحضور فصائلي وشعبي واسع، أكد المشاركون في المؤتمر الدولي لدعم الانتفاضة الفلسطينية التمسك بالثوابت واستمرار مسيرات العودة. فتحت عنوان يوم القدس العالمي ومسيرة العودة، جددت إيران في كلمة لها تأكيد وحدة الهدف والمصير. قدس القدس ليس لقمة سائغة، وترامب يحاول عبر صفقة القرن فرض حل مذل على العرب والفلسطينيين، ولكن مهما بلغ الاتفاق مع بعض القادة العرب ومهما بلغوا من التهور وصغر السن وعدم الحنكة، إلا أن صفقة القرن مشروع غادر لا يمكن لأحد القبول به حتى من قبل المستسلمين المكشوفين. حركة حماس وبحضور باقي الفصائل اعتبرت أن استمرار مسيرات العودة أمر لا بد منه في ظل حالة التآمر على المقدسات والثوابت الفلسطينية. مسيرة العودة وكسر الحصار رغم أننا ندفع فيها ثمن من أبنائنا شهداء، جرحى، أوجاع، آلام، لكني أقول هي الخيار الأنسب بين الخيارات الصعبة. صفقة القرن تترنح، حتى ولو أعلنت فسوف
تعلن ميتة. ومع حلول يوم القدس العالمي في الجمعة الأخيرة من شهر رمضان، أكدت الفصائل ضرورة استغلال هذا اليوم الذي وصفته بأنه يشكل مرحلة مفصلية في القضية الفلسطينية. في يوم القدس العالمي نؤكد أولا على حقنا في فلسطين، وعلى رفض الاعتراف بشهادة المحتل، وعلى استمرارنا في المقاومة الوطنية الفلسطينية ومسألة العودة. هذه محطة رئيسية ومهمة لمواجهة المؤامرات التي تستهدف القدس، ونقول أن مؤامرة ترامب وكل هذه المؤامرات لن تمر على شعبنا. ستبقى القدس قضية العرب والمسلمين المركزية. هكذا كانت خلاصة المؤتمر الذي تم فيه تكريم العشرات من أهالي شهداء مسيرات العودة الذين جددوا تمسكهم بثوابتهم مهما كلف الأمر. وفي الوقت الذي يشكل فيه يوم القدس العالمي مناسبة للالتفاف أكثر حول هذه القضية العادلة، تبدو ترجمة الأقوال إلى أفعال أكثر إلحاحا، ولا سيما في ظل مؤامرات التصفية الكبيرة التي تحاك ضد المدينة المقدسة. أحمد شلدان، غزة، الميادين. في العراق جرى التوصل إلى اتفاق لتشكيل تحالف بين سائرون بزعامة مقتدى الصدر والحكمة بزعامة عمار الحكيم والوطنية برئاسة إياد علاوي. الميادين حصلت على نسخة من نص الاتفاق الذي يتضمن جملة نقاط، منها عزم تحالف الأغلبية على إعداد برنامج حكومي قابل للتحقيق والقيام بإصلاحات اقتصادية وتنمية الاستثمار وتفعيل اللامركزية. وتضمنت الوثيقة تأكيد عدم تسييس الحكومة والمؤسسات العسكرية وحصر السلاح بالدولة. وشددت الوثيقة على بناء علاقات إقليمية ودولية متوازنة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية. التحالف الجديد يضم نحو 100 مقعد من أصل 329 مقعدا في البرلمان. وكانت مفوضية الانتخابات العليا في العراق أعلنت تقديم طعن في قرار المجلس النيابي والداعي إلى إجراء فرز يدوي لأصوات المقترعين. بيان الهيئة أكد أن المجلس سوف يستخدم حقه الدستوري والقانوني في الطعن بقانون التعديل الثالث لقانون انتخاب مجلس النواب المعدل لاحتوائه على عدد من المخالفات في فقراته بحسب البيان. أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن القوات التركية يمكن أن تشن عملية عسكرية ضد حزب العمال الكردستاني في شمال العراق في أي وقت. وأضاف أردوغان في مقابلة تلفزيونية إنه إذا كان هناك أدنى تهديد لتركيا مصدره العراق فسيتم التباحث مع بغداد، وإذا قالت الأخيرة أنها غير قادرة على القضاء على التهديد فإن أنقرة لن تطلب موافقة أحد، بل ستضرب سنجار وجبال قنديل وحتى مخمور على حد تعبيره. بحثت وفود تمثل الدول المشاركة في مركز تبادل المعلومات الرباعي الذي يضم سوريا وروسيا والعراق وإيران في بغداد خطط تطوير عمل المركز لتعزيز الأمن في المرحلة المقبلة. مدير الاستخبارات العسكرية العراقية اللواء الركن السعد العلاق أعرب عن ثقته بتوطيد العلاقات بين دول المركز واستمرارها بما يخدم مصالح الدول المشاركة فيه ويعزز أمنها الوطني والقومي، داعيا إلى الاستمرار في التنسيق والتعاون حتى بعد القضاء على داعش. في شمال سوريا أعلن مجلس منبج العسكري رفض أي انتشار عسكري تركي في المدينة بعد سحب وحدات الحماية مستشاريها. رفض يأتي بعد نجاح تركيا في إبعاد الوحدات من غربي نهر الفرات بالكامل استنادا إلى خريطة الطريق مع الولايات المتحدة بشأن منبج. محمد الخضر. منبج على خطى عفرين من دون مقاتلين كرد، ضربة أخرى تتلقاها الوحدات الكردية من الحليف الأمريكي، حليف حول الكرد بيدقا في تسوية خلافات وإبرام تفاهمات مع تركيا. وبصرف النظر عن نفي الوحدات الكردية وجود مقاتلين لها وحصر الأمر بالمستشارين، فإن تركيا تكمل مشروعها بإنهاء الوجود الكردي غربي الفرات. خريطة القوى تشير إلى سيطرة الجيش التركي ودرع الفرات على الباب وجرابلس وإعزاز وعفرين، وقائع توسع من الحضور التركي كلاعب شمال وشرق حلب. الولايات المتحدة الأمريكية تريد احتواء السياسة التركية وتركيا تحديدا، وخاصة بعد انزياح أو ربع استدارة للتركية باتجاه روسيا والتفاهمات التي حدثت في السنة. هذا من ناحية. أما من الجانب التركي أعتقد وهو مهم، اليوم يحاول رجب طيب أردوغان وهو مقبل على انتخابات
انتخابات يعني داخل تركيا يريد أن يحقق حدث ما. نقاط مراقبة مشتركة أمريكية تركية في المدينة ومحيطها وتشكيل إدارة محلية وفق الأكثرية السكانية. في المقابل تصر الوحدات الكردية على دور لمجلس منبج العسكري التابع لقصد باعتبار مكوناته من أبناء المدينة، فيما تدفع تركيا باتجاه مجموعات مسلحة قريبة منها بما يشبه ما فرضته في عفرين. كان هناك مجلس عسكري داخل منبج وهذا مخالف للقاعدة الأساسية لوجود دولة ذات سيادة وذات سلطة على كل جغرافيا الأراضي السورية، هذا من جهة. أما إذا استخدام ورقة أخرى وهي الحلفاء للأتراك من مجموعات إرهابية، وهذا أيضا ما يحلم به رجب طيب أردوغان من خلال إيجاد ما يسمى بجسم ما تنظيم إرهابي مدعوم من قبل تركيا لملء الفراغ بعد خروج الولايات المتحدة الأمريكية. توقيع الاتفاق المحدد بستة أشهر يواجه مصاعب جمة ليس أقلها عقدة أخراج المقاتلين الكرد في ظل تماهيهم ضمن المجلس العسكري ودور 5 قواعد أمريكية تتوزع على أراضي المدينة. حققت تركيا أهدافا كبيرة لها شمال سوريا، لكنها أهداف آنية مع اقتراب ساعة الحل السياسي وتأكيد دمشق العمل على استرجاع كل شبر من الجغرافيا السورية وفق الأولويات. محمد الخضر، دمشق، الميادين. إلى الأردن، حيث توقفت الاحتجاجات بعد أن أعلن رئيس الوزراء المكلف عمر الرزاز التوصل إلى توافق على سحب مشروع قانون ضريبة الدخل. الرزاز دعا إلى الحوار والعودة إلى طاولة المفاوضات بعد اجتماع مع رئيس مجلس النقباء علي العبوس. وكان الرزاز قد أعلن بعد لقائه برئيس مجلس الأعيان أن هناك توافقا على سحب مشروع قانون ضريبة الدخل. فاصل ونواصل. أهلا بكم من جديد. قال المدير العام السابق لقوى الأمن الداخلي في لبنان اللواء علي الحاج أن ديتليف ميلس المحقق الدولي في قضية اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري كان مكلفا إلقاء القبض على الجهاز الأمني في لبنان تمهيدا لحكم جديد. وفي مقابلة مع الميادين أشار إلى أن محققا دوليا دعاه خلال التحقيق إلى الاستعداد للاعتقال لمدة 11 عاما وهي مدة اعتقال رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع. روبرت اللي حكي عنه اللي هو سيد هذا ألماني، هذا حقق معي كمان التحقيق الأولي. يعني أهم شيء وأهم شيء كان بارز في التحقيق أنه قال لي أنه أنت اليوم هون موجود لتنام على فرش سمير جعجع. قال هذا بالتحقيق؟ قلت له أنا جاي بدك تنيمني على فرش سمير جعجع ليه؟ أنت جاي من أجل حقيقة من اغتال الرئيس الحريري ولا جاي تنتقم لسمير جعجع؟ قال لا، حضر حالك بدك تنام على نفس الفرش اللي نام عليها سمير جعجع. وقديش نام هو سري؟ سألني قديش نام، قلت له ما بعرف. قال لي نام 11 سنة. فقلت له قمت وقفت أنا، قلت له العود بسلامتك ميكون ديليونس، قمت عزيته. قلت له عود سلام، هذا هو التحقيق، أنتم جايين من أجل هذا، فإذا فينا نقول أنه أنتم هذا التحقيق الدولي ودم الرئيس الحريري سيستخدم ضد من كل من يواجه إسرائيل في هذه المنطقة. اللواء الحاج أكد أن ما صدر عن قاضي المحكمة الدولية عن عدم قانونية توقيف الضباط الأربعة هو كلام جديد بمثابة مخرج لها من أزمتها. المحكمة الدولية هي جزء من المسار السياسي العام الإقليمي والدولي. هذا المسار السياسي الإقليمي العام تراجع في المنطقة، تراجع في المنطقة العربية وتراجع على المستوى الإقليمي وعلى المستوى الداخلي، وما أنتجته الانتخابات النيابية من بالأيام السابقة كان أكبر دليل على تراجع هذا المشروع في المنطقة. التراجع كله هذا المحلي والإقليمي والدولي أدى أيضا إلى تراجع المحكمة الدولية، وأصبحت المحكمة الدولية معلش عم تعاني عدم ثقة، عم تعاني تهميش، ورأي عام محلي غالبيته لا يثق بها، ورأي عام دولي بغالبيته لا يتكل عليها، فكان بده مخرج. فبقدر أنا اليوم اللي عم تعمله اللي عم يعمله القاضي راي هو مخرج لإعادة الاعتبار لما تبقى من هذه المحكمة.
قالت وكالة رويترز أن السعودية أدى دورا في انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي مع إيران. الوكالة نقلت عن مسؤولين سعوديين أن أحد كبار المسؤولين في إدارة ترامب اتصل هاتفيا بولي العهد السعودي محمد بن سلمان ليطلب منه المساعدة في تثبيت أسعار النفط قبل يوم من إعلان واشنطن انسحابها من الاتفاق، وهو ما فعلته المملكة فعلا في خطوة نقضت تصريحاتها قبيل الانسحاب. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن أن بلاده ستفرض عقوبات على إيران لم يسبق أن فرضتها على أي دولة بما في ذلك كوريا الشمالية. ترامب قال أنه ليس ضد الاتفاق النووي في حد ذاته، لكنه ضد الاتفاق الذي أبرم في 2015. وفي الشأن الكوري الشمالي لفت إلى أنه يجب انتظار نتيجة التفاوض قبل الاتجاه إلى الضغوطات. أؤمن حقا بأن كيم يونغ أون يريد أن يفعل شيئا عظيما لشعبه الذي هو عظيم أيضا وكذلك لعائلته. لا أريد استخدام مصطلح أقصى درجات الضغط لأننا ندخل في مفاوضات ودية. ربما بعد ذلك التفاوض سنستخدم مصطلح الضغوطات. إذا سمعتني أقول إننا سنستخدم أقصى قدر من الضغط فستعرف أن التفاوض لم يسر بشكل جيد. في المقابل قال الرئيس الإيراني حسن روحاني أن الأمريكيين يتصورون أنهم قادة العالم وبإمكانهم اتخاذ القرارات بدلا عن العالم. روحاني وقبيل مغادرته طهران إلى الصين للمشاركة في اجتماع شنغهاي أعلن أن الاجتماع سيبحث الأحادية الأمريكية في اتخاذ القرارات الدولية، وأضاف أنه من حسن الحظ أن معظم دول العالم يعارض التوجهات الأمريكية الأخيرة. زعيم أنصار الله السيد عبد الملك الحوثي قال أن معركة الحرية هي معركة مصيرية، مشيرا إلى أن سبب معاداة البعض لإيران هو عدم خضوع طهران للولايات المتحدة ودعمها لحركات المقاومة في لبنان وفلسطين. إيران كبلد إسلامي والشعب الإيراني كشعب مسلم يعادى لماذا ويستهدف لماذا؟ لأنه لم يخضع لأمريكا ولم يخضع لإسرائيل، ولأنه يتبنى قضايا الأمة الكبرى ويقف إلى جانب الشعب الفلسطيني والمقاومة اللبنانية. هذه هي المشكلة الحقيقية. طالب مجلس اللاجئين النرويجي تحقيقا في سقوط قذيفة من طائرات التحالف السعودي قرب مقره في صنعاء الشهر الحالي، وأضاف أن الأمم المتحدة تستعد لتقديم تقريرها الجديد حول وضع الأطفال في النزاعات المسلحة. التقرير سيصدر قريبا وسيشمل ما جرى في 2017 وسيصل إلى مجلس الأمن في غضون أسبوعين، ولطالما عبرنا عن قلقنا من الهجمات التي تطال المدنيين وبناهم الأساسية في اليمن، ولقد كررنا دعوتنا للتحالف ولكل الأطراف بأن تحقق في تلك الحوادث بشكل كامل. ميدانيا أعلن الجيش اليمني ولجان السيطرة على منطقة مزوية في مديرية المتون شرق البلاد في هجوم كبير. مصدر عسكري يمني أكد مقتل 8 قيادات عسكرية من قوات هادي والتحالف السعودي في المنطقة العسكرية 6، وأضاف أن الجيش ولجان سيطروا على مواقع قوات هادي في مديرية المتون بالجوفة. كما أكد سقوط قتلى وجرحى من الجنود السعوديين في إطلاق صاروخ زلزال 2 على تجمعاتهم في موقع الدود بجيزان السعودية. في تونس أثارت إقالة رئيس الحكومة يوسف الشاهد لوزير الداخلية جدلا واسعا في البلاد. البعض أيد الخطوة بينما رأى فيها آخرون بداية لتغييرات مقبلة في بعض الوزارات. بلال مبروك. ما كان يتداول في الكواليس والغرف المغلقة يخرج إلى العلن. رئيس الحكومة يوسف الشاهد يفعلها ويقيل وزير الداخلية لطفي إبراهيم. بوادر الأزمة بدأت منذ زيارة إبراهيم للسعودية. تثور ثائرة حاكم القصبة فإقالة لمدير الأمن إلى أن جاءت لحظة الحسم. غرق مركب للهجرة غير الشرعية في جزيرة قرقنة التونسية. اتهامات بالتقصير الأمني فإقالة لإبراهيم. ولكن ليس يوسف الشاهد وحده وغير راض على أداء وزير الداخلية.
كان له شأن كبير خاصة في محاربة الإرهاب ومقاومة التطرف في الفترة الفارطة، إلا أنه يعني كانت له إخفاقين شديدين وهما عدم المسك برئيس وزير الداخلية الأسبق نجم الغرسالي المطلوب لدى القضاء، وكذلك يعني مأساة الهجرة غير شرعية. لم تقوى النجاحات الأمنية التي حققها الرجل في إدارة الحرس الوطني ووزارة الداخلية على مجاراة تفاهمات وتوافقات السياسة، ومراقبون يرون أن إبراهام قدم قربانا لإنقاذ ما تبقى من مشاورات ترتيب البيت الحكومي. حركة النهضة الحزب الإسلامي عبر عن مخاوفه وتوجسه من رجل الحرس الوطني القوي، وقد تكون إقالته خطوة مهمة في اتجاه الدخول برصيد إضافي إلى المشاورات المرتقبة. هناك ما يطبخ في الكواليس خاصة بين رئيس الجمهورية البلجي قايد سبسي وحركة النهضة، وفي مقدمتها راشد الغنوشي رئيس الحركة، باعتبار أن حركة النهضة كانت من الأحزاب التي عبرت عن عدم ارتياح في علاقة بأداء الوزير وتواجده في الحكومة. اليوم هناك صفقة سياسية قد تكون تطبخ بين القصبة ومونبليزير وقرطاج. رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي يواصل مشاوراته مع المنظمات الوطنية وبقية الأحزاب، ما دفع بالمراقبين إلى الحديث عن تغيرات واسعة في شكل الحكومة ووزرائها. قد يتمكن يوسف الشاهد بعد إقالته وزير الداخلية من كسب دعم طرف سياسي دون آخر، لتبقى الكلمة الفصل في مسار الحكومة لما سيرشح عن مشاورات الشيخين المركز الأساسي لصنع القرار. بلال مبروك، تونس، الميادين. إلى العناوين مجددا. مليونية القدس في غزة اليوم على وقع إجراءات إسرائيلية مشددة في الضفة والقطاع، ومسيرات مرتقبة في عدة دول عربية وإسلامية. تحالف نيابي في العراق بين الصدر والحكيم وعلاوي يضم نحو 100 مقعد في البرلمان. تحقيق الدولي ودم الرئيس الحريري سيستخدم ضد من كل من يواجه إسرائيل في هذه المنطقة. المدير العام السابق للأمن الداخلي في لبنان يكشف للميادين أن محققا دوليا في اغتيال الحريري أبلغه بأن مدة اعتقاله ستوازي سنين سجن جعجع. مسؤولون سعوديون يؤكدون أن الرياض أدى دورا في انسحاب ترامب من الاتفاق النووي مع إيران. للمزيد من الأخبار والتقارير على صفحة الميادين على الإنترنت الميادين.net وباللغة الإسبانية espanol.elmayadin.net. إلى اللقاء.